ما ينفعش يكون معانا طبعا نجوم كرة اليد واحد الصفقات المهمة اللي انضمت لكرة اليد وما يبقاش معانا مهندس صفقات العاب الصالات. معانا الاستاذ مروان هشام عضو مجلس ادارة. ازيك يا استاذ مروان؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ عيد؟ احنا في الاستوديو معايا طبعا كابتن اسلام حسن والمايسترو الفريق كرة اليد، ومعايا عمر حجاج طبعا الصفقة المنضمة الى النادي الاهلي الجديد. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا حجاج؟ الحمد لله كوتش، الله يخليك. الاول كده طلع في لا بس هو الحقيقه احنا طبعا يعني اكيد كقناه النادي الاهلي وملوك الصالات بنتابع كل جديد طبعا وبنقرب جمهور النادي الاهلي اكتر من الصفقات. يعني الحقيقه يعني احب اعرف طبعا المجهود اللي حضرتك بذلته يا استاذ مروان في يعني ضم عمر، يعني قول لنا الموضوع ابتدى ازاي ولما الموضوع يعني تم، وطبعا اكيد انضم مع يعني مع محمود زكي كمان في صفقه كمان مهمه لكره اليد. لما طرح لحضرتك الموضوع كلمنا عن المجهود اللي بذل حتى توقيعه من النادي الاهلي. ما فيش، لا حجاج محترف بقاله سنين طويله بره، وكان احتمال يرجع، وكان كابتن عاصم حماد متابع معاه هو وكابتن عاصم السعداني، وكنت انا بتابع معاهم لانه كان برضو لحد اخر لحظه كان ممكن يكمل ممكن يرجع، لحد ما اخذ القرار بقى ورجع يعني نور النادي عندنا. ربنا يخليك. الموضوع ما اخذش يعني وقت طويل الصراحه. بالنسبة لزكي، زكي أنا ابتديت معاه من السنة اللي فاتت، كنت متفق معاه من السنة اللي فاتت إنه لما يخلص الدنيا في قطر يجي بعدي، كنا شبه متفقين يعني، بس الحاجات دي طبعا ما بتتقالش غير في وقتها، لأنه ما أعرفش أقول إن إحنا متفقين لأنه كله كلام يعني. صحيح، بس يعني ما حصلش يعني، هو اول بس ما اتفقنا السنه اللي فاتت جه السنه دي حصل كام تليفون وكابتن عاصم كلمه وانا كلمته وقعدنا مع بعض قعده وخلصنا الموضوع على طول. طب استاذ مروان، يعني السنه اللي فاتت شهدت يعني طفرة قوية جدا في الألعاب الأخرى، 7 كؤوس أفريقيا غير البطولات التي لا تحصى محليا، يعني شايف يعني طبعا كان في صفقات حصلت في الثلاث ألعاب أو أكتر، يعني شايف أهم الصفقات اللي حضرتك شايفها انضمت النادي الأهلي في الألعاب الأخرى إيه؟ في الألعاب الأخرى؟ في الألعاب الأخرى، يعني إحنا معانا طبعا محمود زكي كرة يد ومعانا عمر حجاج، يعني في الكرة الطائرة كان أهم صفقة برضه حضرتك عبد الله عبد السلام وشفنا ومحمد العدلي سله، يعني هل في صفقات تانية غير دي نعرفها ولا هتكون هي دي بس يا استاذ مروان؟ لا يعني وارد يكون في واحده كمان، بس يعني مش هقول بقى في انهي لعبه، وارد يكون في واحده او اثنين كمان بس لسه ما خلصتش يعني، لما اخلص ان شاء الله. يعني انا اخد من حضرتك كده طبعا يعني ان في مفاوضات ممكن تسعد جماهير النادي الاهلي في العاب الصالات، ان حضرتك يعني في ان شاء الله ممكن نسمع خبر قريب بانضمام صفقتين في الالعاب الاخرى، مش هنحدد اللعبه طبعا يعني ده ان شاء الله. يعني يا واحده يا اثنين، يعني يا واحده يا اثنين، يعني لسه مش اكيد حاجه يعني، بس يعني اكيد في واحده ان شاء الله في الطريق يعني، انما احتمال يبقى في حاجه زياده واحتمال لا. طب يعني حاجه من العيار الثقيل كده يا استاذ مروان ولا ايه الوضع؟ ايه ده؟ حاجه من العيار الثقيل يعني، حاجه جامده كده، صفقه جامده؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. وعلى فكره يعني انا بس خليني اقول حاجه برضو مهمه. اتفضل يعني. اتفضل يا فندم. الصفقات بتاعت الموسم ده تمام، احنا اوريدي يعني السنه اللي فاتت عملنا يعني اسسنا الفرق يعني. صحيح. انت قمت بالقوام الاساسي كله خلاص. صحيح. برضو الصفقات بتاعت السنه دي انت بتزود على اللي موجود يعني، انت بتحاول تطور، بتحاول يبقى في دم جديد في الفرقه، لانه برضو عندك ناس بتمشي وناس بتيجي فيعني ده طبيعي في الرياضه يعني، مش معنى ان انت كسبت، انا قلت كده كذا مره، مش معنى ان انت كسبت ان انت ما بتجددش دم الفريق وان انت ما بتدعمش الفريق، لا هو الكسبان لازم برضه يفضل يدعم الفريق بناس جديده وتحاول تطلع ناس من عندك بره ياخدوا خبره وترجعهم تاني، وبالتالي ان انت عندك يعني اسلام ممكن يكون من احسن الناس اللي سافرت بره وشرفتنا كلنا الصراحه ورجع تاني يعني، فانا قصدي انه الحاجات بتفيد النادي برضه يعني، حتى لما بتطلع حد بره ويرجع بعد كده بيرجع يفيد النادي يعني. جميل جميل جدا الفكر ده يبقى عند يعني الاداره، ان هي برضه الموضوع مش حقر على اللاعبين او ان انا اربط اللاعبين جنبي، لا ممكن اطلعه ويرجع لي تاني وافيده، ان هو يحصل اداره جيده للاعبين. على فكره جميل جدا يعني، بيتهيألي الموضوع ده ممكن يفيدنا بشكل كبير يا استاذ مروان. لا خالص، بص طبعا يعني انت ما تقدرش يعني تجبر لعيبه انها تقعد غصب عنها لو جاي لها حاجه بره بتاع، وبالتالي ان احنا شفنا كده بالذات في الفتره اللي فاتت مع احمد حجاز يعني. صحيح. يعني طالما الناس بتجي لها حاجه كويسه وحاجه محترمه في بيها وفي باسم النادي بنسفرهم، والناس دي اصلا ولاد النادي يعني، ما فيش يعني ما بيبقاش في مشكله
يعني هم، انا ببقى عارف اسلام لما كلمته، لما سافر كلمته، اتفقنا على التليفون ربع ساعه، خلص كل حاجه ورجع من غير اصلا اي حاجه. صحيح يعني وقعد عندك ممكن تساله لا لا ما احنا هنجيب بقى يعني هضطرك اكيد للكلام ده، بس برضه في موضوع مهم طبعا، يعني هنتهز الفرصه ان حضرتك معايا واسالك عليه، استضافات بطوله افريقيا السنه دي. يمكن انا عارف ان انتوا كمجلس اداره بتفكروا بشكل كبير في استضافه بطوله او اكثر في العاب الصالات بطوله افريقيه، الموضوع ده ماشي ازاي يا استاذ مروان؟ ده حقيقي، مفيش، هبتدي بكره اليد وانا في المغرب الفتره اللي فاتت مع فرقه اليد في السوبر وبطوله افريقيا اللي فاتت، المفروض ان انا اتفقت مع الاستاذ البلتاجي ومع رئيس الاتحاد الافريقي ان احنا ننظم البطوله هناك. كان يعني كانت قاعده وديه يعني، والناس رحبت جدا بالعكس، وظبطنا حتى واحنا هناك مع رئيس الاتحاد المصري خالد حموده يعني. فاحنا مقدمين رسمي ابطال الدوري يا استاذ مروان ولا ابطال الكاس؟ يعني ابطال دوري ابطال الكاس، اه يعني سوبر وابطال الكاس. عشان احنا داخلين في السوبر طبعا زي ما انت عارف، فانا كنت حابب ان احنا نلعب السوبر هنا، وكلمت مجلس الاداره من هناك وكلمت المهندس محمود طه من هناك وقلت له، وكلهم طبعا رحبوا جدا بالفكره دي، يعني انه احنا عايزين الناس تلعب على ارضها ووسط جمهورها الصاله عندنا، وخصوصا ان احنا عندنا فرقه يعني محترمه جدا، وان شاء الله السنه دي برضو يكونوا على قد المسؤوليه زي السنه اللي فاتت. وبالنسبه للطايره برضو مقدمين ان احنا ناخد بطوله افريقيا الرجال والسيدات، بعتنا الجواب ومستنيين الرد يعني ان شاء الله. يعني متهيألي ده دعم كبير جدا بيقدم للفرق يا استاذ مروان، يعني الحقيقه يعني الدعم مش مالي فقط، الدعم مش مجرد معسكرات، لا الدعم كمان ان انا اجيب لك البطولات على ملعبك وسط جمهورك، صحيح الكلام ده يا استاذ مروان؟ طبعا، يعني انت خلي بالك الرياضه مش الرياضه برضو فيها يعني المعنويات فيها بتفرق كتير جدا، الناس لما بتحقق لازم تعرف ان انت يعرف ان انت في ظهرهم، يعني انت واقف في ظهرهم معاهم وبتساندهم وبتحاول توفر لهم كل حاجه، وفي نفس الوقت لما تلعب البطولات دي على ارضك وسط جمهورك الفرحه بتبقى يعني بتضربها في 100 يعني. تخيل انت بقى بطوله افريقيا والسوبر اللي فات ده كنا بنلعبه هنا في القاهره، شوف فرحتهم كانت هتبقى عامله ازاي، يعني ما عملوا حاجات مجنونه بعد الماتش، اخذوا الكاس ونط حمام السباحه بعد الماتش. لا الحمام السباحه هيكون جنب الصاله على طول، يطلعوا بالصاله على حمام السباحه اللي في النادي الاهلي اللي قاعد عندك برضه. يا رب يعيد علينا اللحظات الجميله دي، يعني سنين وسنين جميله ان شاء الله ثانيه باذن الله. الاستاذ مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي ومهندس صفقات العاب الصالات، شكرا جزيلا حضرتك، نورتنا بمداخلتك دي الحقيقه، يعني استاذ مروان خاص بالذكر في الاتفاق بينك وبينه، عشان لا انا عاوز اقول حاجه في حقه، فعلا الراجل ده من اكتر الناس اللي بتشتغل بحب النادي الاهلي، فعلا بيتعب جدا والله مش نفاق، لكن هو من اكتر الناس اللي بتتعب في النادي الاهلي، بيشتغل في كل النواحي، يعني تلاقيه معانا ومره واحده يقول لنا احنا هننظم بطوله افريقيا، فعلا الراجل بيتعب في الصفقات، هتلاقيه بيتكلم كتير وبيروح لهنا وبيجي هنا، ففعلا لازم نديله حقه على طول على طول، شغل نفسه بالنادي الاهلي بس، وهو قبل ما هو يبقى في عضو مجلس اداره كان كابتن فريقي في الفريق بتاعي في الناشئين، ومن اميز الناس على فكره في الهاندبول، كان ذكي جدا، فلازم نديله حقه، راجل فعلا بيحب النادي الاهلي جدا يعني.